هذا نداء استغاثة من السجون في البحرين إلى المجتمع الدولي، ممثل في الأمم المتحدة وأمينها العام السيد أنطونيو غوتيرش، وإلى المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان وإلى منظمة الصحة العالمية. نحن السجناء في البحرين نواجه خطر حقيقي، تفشي فيروس كورونا واحتمالية وصوله إلى داخل السجن في أي لحظة بات أمرا واردا، بل ربما يكون حتميا بسبب سرعة تفشي الوباء والزيادة المضطردة في أعداد الإصابات، مما يجعلنا نشعر نحن السجناء بالخطر الذي يتهدد أرواحنا وينذر بكارثة إنسانية قد تقضي على حياة 3000 سجين. حكومة البحرين هي المسؤول الأول عنهم، وعليه ندعو كل من يسمع هذا النداء وهذه الاستغاثة ممن لديه حس إنساني وضمير مسؤول أن ينصح حكومة البحرين لإطلاق سراح كافة السجناء لتجنب البلاد والعباد كارثة إنسانية لا يحمد عقباها. 4 نيسان 2020، معتقلون رأي من داخل سجون جو.